نركب القطار ونركب الطائرة، إنها ليست طائرتنا ولا قطارنا، هم الذين يصنعون هذا ويصدرونه إلينا. صحيح نحن نستطيع أن نقتني في بيوتنا ولأشخاصنا أفخم مصنوعات العالم، يستطيع الإنسان منا أن يحجز أرقى أنواع السيارات، الرولز رويس أو المرسيدس الخمسمية أو السبعمية، الاس الام ال، فيها جميع الكماليات، ولكن لا نملك ولا نصنع. لا نصنع في هذه السيارة مسمارا، غيرنا يصنعها لنا. دخل العالم العربي كله بما فيه دول النفط لا يساوي دخل بلد أوروبي مثل إسبانيا، مثل إسبانيا، لا أقول مثل ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا، إسبانيا هي في بلاد مؤخرة البلاد الصناعية، العالم العربي كله لا يساوي دخل بلد. لماذا؟ لأننا لا نعمل، وإذا عملنا لا نتقن. عملت إحصائيات لمتوسط وقت العمل لموظف الحكومة في إحدى الدول العربية، فكان المتوسط 27 دقيقة في اليوم. 27 دقيقة، والباقي يعني بيشرب قهوة وبيقرأ الصحف ويذهب هنا إلى هنا وهناك، قليل من الناس الذي، وباقي الناس لا تعمل. ذهبت إلى ألمانيا في أواسط السبعينيات، كنا بالنهار، وكان الأخ الذي حملني من المطار إلى الملتقى أو المؤتمر الذي سأحضره، سألته وقد مررت في الشوارع، الشوارع فارغة من الناس، قلت له لماذا لا نرى الشوارع مزدحمة مثل بلادنا؟ قال الناس في أعمالهم. بعد الساعة السابعة عاد بي إلى الفندق فوجدت الشوارع فارغة، قلت لا، ما الشوارع فارغة أيضا الآن؟ قال الناس عادوا من أعمالهم مكدودين مهدودين، يريدون أن يتناولوا العشاء وينظروا إلى نشرة الأخبار ثم ينامون، لأنهم من الصباح الباكر سيقومون إلى عمل مجهد فترتين، ويذهب أكثر من ساعة إلى العمل وأكثر من ساعة في العودة وساعة في الغداء، عمل مستمر. نحن أمة لا تعمل، كيف ننمو ونحن لا نعمل؟ وإذا عملنا لا نتقن عملا. خليها على الله، ماشي ماشي. الإسلام يعلمنا أن نتقن العمل، إتقان العمل فريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فرض الإحسان، الإحسان يعني الإتقان والإحكام، فرض أن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن، حتى في القتل أحسن عملك. ونحن للأسف لم نتقن لا الصناعات الحربية ولا الصناعات المدنية. بعضنا يقول نستورد من الإبرة إلى الصاروخ، هذه أمتنا. لم نصنع في بلادنا العربية إلى اليوم موتور، في صناعات تجميعية، ولكن ليست هناك صناعات أصلية. الهند صنعت السيارة بل صنعت طيارة، ونحن لازلنا نلف وندور في مكاننا كالثور في الطاحون أو في الساقية، يدور ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ منه. لماذا تفوقت علينا الطغمة الصهيونية على قلة عددها؟ لأنها تفوقت علينا في العلم، وتفوقت علينا في التكنولوجيا، وتفوقت علينا في القوة، وتفوقت علينا في العمل. كانت الصحراء أمامنا لم نفعل، حينما
استولت هي على الصحراء، حولتها إلى واحة خضراء. الأمة لا تعمل، كيف ترقى؟ كيف تنمو؟